مرحبا، معاكم ميك اب ارتست امولي. سويت معاكم اللوك هذا للمناسبات، اتمنى يعجبكم. راح استخدم معاكم منتج كارلا حق ترطيب البشره، استخدامه صبح وليل وقبل الميك اب احب استخدمه. راح استخدم معاكم فاونديشن نارس ميديوم كفر. راح استخدم الحين كونسيلر نارس فول كفر هذا. راح استخدم الحين معاكم قلم كيكو، ارسم حواجبي على ما يجف شوي ويتماسك الكونسيلر تحت عيني. بثبت الحين معاكم بودرة جرافتوبيان حق البشرة كاملة. بستخدم الحين معاكم باليت او بي في بيوتي حق العيون. راح استخدم الحين داخل العين قلم ميك اب فوريفر هذا، ثابت ما يتحرك وتثبتونه بسرعة. استخدم الحين معاكم مسكرة ميبلين، هذه وايد حلوة تكثف وتطول. راح استخدم الحين الرموش هذه من بي جي لاشز اسمهم سارة. لبست معاكم العدسة هذه ساند طبعا من مارفلس حصري بوتيكي. للحواجب طبعا بستخدم بنفيت مسكات الحواجب الشفافة. للكونتور الحين بستخدم هولا من بنفيت. راح استخدم بلاشر من بلت البلاشرات هذا من ماركت رود. الإضاءة راح استخدم كحل. راح استخدم زد اف ميك اب درجة مونت بلانك. نهاية اللوك راح استخدم من فلاي اب، هو فيكس وهو مرطب البشرة. وبشذي نكون خلصنا اللوك.